هذه الأغنية السورية يا حبيبتي واحدة من الأغنيات الرائعة التي عشنا ذكرياتها مع حرب تشرين التحريرية عام 1973. حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن دور إذاعة دمشق خلال حرب تشرين فكان لها دورا رائعا، أولا من خلال الأغاني والأنشيد الوطنية التي كانت تبثها. أتذكر تماما أنه حينما كنا نسير في أزقة وحارات المنطقة التي أنا كنت ساكن فيها كانت كل أجهزة الراديو على إذاعة دمشق، ونستمع إلى البيانات العسكرية التي تتحدث عن إسقاط طائرات أو تطمير دبابات للعدو الصهيوني. كان هناك مجموعة من الأغاني الوطنية هي ليست عن حرب تشرين لأنها كانت موجودة قبل. من هذه الأناشيد أتذكر خلي السلاح صاحي لعبد الحليم حافظ، نشيد الله أكبر فوق قيد المعتدي للمجموعة، من نشيد رائع. للأناشيد اللي كانت محببة لي من قاسيون أصل لي يا وطني، أرى دمشق تعانق الصعاب. الحقيقة كانت ذكريات رائعة، لم يكن هناك خوف من الناس، كان هناك اطمئنان بأن الأمور تسير كما نحب ونشتهي على الجبهة. بعد ذلك بدأت تظهر أغنيات حرب تشرين. أول أغنية ظهرت هي الأغنية التي سمعنا إلى مطلعها، سورية يا حبيبتي. هذه بدأ محمد سلهمان بتلحينها في دمشق خلال الحرب. يعني من الأمر الطريف أنه كان يجلس في فندق سمير أنيس، جاء من بيروت خصيصا إلى دمشق يعيش أجواء الحرب، أصوات أزيز الطائرات، الصواريخ، الانفجارات، ليكتب من وحيه. كان هناك أغنية كانت هي العلامة المميزة، أغنية فيروز، خبطة قدمكم على الأرض هالدارة، أنتوا الأحبة وأنتوا الصدارة. هذه الأغنية كانت نستطيع أن نسميها كانت كلمة السر، فكانت إذاعة دمشق حينما تريد أن تذيع بيان عسكري عن عمليات عسكرية، عن إسقاط طائرات، فكان البيان هذه الأغنية. خبطة قدمكم على الأرض هالدارة، كثير كانت صوت فيروز لما يردح بهاي خبطة قدمكم نحس بمعنوياتنا رفع السماء. كانت أنا لما كنت أسعف العسكري من جبهة أنا وأصدقائي وزملائي نقول لهم هالرجل هي خبطة قدمكم هزت كيان العدو. من أغنيات تشرين أيضا أغنية فيروز من شعر سعيد عقل، بالغاري كليلتي أم بالنار يا شامو، أنت الأميرة تعلو باسمك الهامو، لحن الرحابنة وقدمتها فيروز. بالغاري كليلتي أم بالنار يا شامو، أنت الأميرة تعلو باسمك الهامو. دائما البطولات الكبيرة تولد فن كبير، سواء في الغناء أو في الدراما أو في، يعني كلنا يتذكر تمثيلية عواء الذئب لصلاح قصاص، أيضا من التمثيليات الرائعة التي قدمها وله مقولته المشهورة. الحب المشنقة ولا يقول بعمر خاين يا خديجة، الحب المشنقة ولا يقول بعمر خاين يا خديجة.
عملنا مسلسلات كثير بالإذاعة، كان كل مناسبة عيد حرب تشرين كان نعمل مسلسل إذاعي وسهرات إذاعية تحكي عن بطولة الجيش العربي السوري والإنجازات اللي عمله، قصة شهداء تشرين، أبطال تشرين. يعني كنا نحن بكل سنة نعمل شيء خاص بحرب تشرين. الدراما كان لها دور قوي كثير، كان لها حضور بكل مفاصل الحرب، بكل لحظات الحرب، حتى بعد الحرب. حسن استشهد. اسلم راسك. بقية بحياتك يا عم. الحمد لله. الحمد لله. هذا شرف كبير يا أولادي. يا بني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها. محميتها يا ابني من الويلات ما في حد غيرك بيحميها. الإذاعة السورية وإذاعة دمشق كانت السباقة دوما للخوض في كل المناسبات التي مرت على القطر العربي السوري، وليس أهم من مناسبة حرب تشرين التحريرية. أذكر في مراحل الحرب الأولى، طبعا أنا عايشت الحرب بالكامل ببداية الحرب وعايشت حرب 67، ما كان في هذيك الاندفاعات والحماسيات والارتجاليات اللي كانت موجودة بحرب 67. كان إذاعة هادئة رسمية تتكلم بهدوء، تعطي الخبر بكل رقي وبكل حرفية وبكل هدوء. هذا الشيء كثير كان له دور كبير بنصرنا الإعلامي قبل نصرنا العسكري. صحيح كان في جبهة شغالة، كمان الجبهة الداخلية كانت على مستوى الفنانين كانوا في الإذاعة يمارسوا دورهم. حتى نحن بالمسرح القومي عملنا كمان مسرحية اسمها حان وقت الاستسلام، كنا نعمل بروفات أول يوم بدت الحرب، ثاني يوم كنا كانوا جايبين نص وطني وعملنا عليه بروفات بالمسرح القومي بالحمرة، وكنا نقدمه كل ليلة على مسرح السينما الحمرة.